تعد فكرة العين تايني للسيارات الأولى من نوعها. على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط تتمثل في إضافة نوعية ترسخ مفهوماً عملي للتعامل مع القوانين والأنظمة المرورية. والعمل أيضاً على أحدث الأدوات والطرق التعليمية والترفيهية التي ترسخ مفهوم السلامة المرورية في مختلف الظروف التي قد يتعرض لها النشأ. تستهدف العين تايني للسيارات الفئات العمرية من 6 سنوات وحتى 17. كما إنها لم تغفل عن الفئة العمرية ما بعد 18 من الذكور والإناث. العين تايني للسيارات منظومة العمل المشترك لبناء جيل واعي ومتمرس. لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بأن تشاركون هذه الفكرة وتكونوا جزءاً من بناء سائق المستقبل في نادي العين للهواة.